والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحقيقة هذه الدورة الثانية من خلال يعني تعاون مثمر وفعال مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. قمنا بعمل هذه الدورة الثانية للروبوتوكس، وهي دورة حقيقية مهمة تستثمر من خلالها المواهب المبدعة في تطوير الذات، وفي الحقيقة يعني إنشاء جيل متميز يحاول أن يستثمر طاقات البشرية وإبداعاته للمجتمع. تعاون مثمر وتعاون جميل الحقيقة مع مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع. نقوم اليوم بإذن الله بتكريم هذه الكوكبة. أنا سعيد جدا يا أبنائي أن كنتم متميزين في هذه الدورة وقدمتم يعني ما يثبت أنكم فاعلين ومتميزين في أدائكم وفي عملكم، فهذا التكريم الحقيقة أنتم مستحقين له. أتمنى إن شاء الله أن لا تكون هذه الدورة الأخيرة بالنسبة لكم، أن تكون هذه الدورة دافع لكم لتطوير ذاتكم. الإنسان قيمته بما يعلم وبما يعرف، هذه القيمة الفاعلة الحقيقة للطالب والطالبة. فأتمنى أن تستثمروا هذه الطاقات وهذه المواهب لمنفعة أنفسكم أولاً، ومنفعة بلدكم الكويت، ومنفعة أوطانكم. أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاحات إن شاء الله في المستقبل. والآن راح نقوم إن شاء الله بتكريمكم في هذا اليوم إن شاء الله. شكراً، السلام عليكم ورحمة الله. المتدرب مهند عادل عبد الدايم. مهند يا بطل، ان شاء الله كلمك مهندس ان شاء الله. ان شاء الله. ما شاء الله عليك. شوف الكاميرا طالع مهند. مبروك. المتدرب خالد ياسر العواد. ما شاء الله. متدرب يحيى مجدي عبد الفتاح. مناير عادل السالم. يعطيكم العافية، مشكورين وما قصرتم. رحيم، اليوم ولله الحمد تم بنجاح تكريم كوكبة جديدة من مبدعين وموهوبين. قمنا الحقيقة بالتنسيق مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في عمل الدورة الثانية للروبوتكس. هذه الدورة الحقيقة يعني تحتاجها الدولة بكل معانيها، من حيث استثمار الطاقات البشرية وإبراز الدور المبدع لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في استثمار يعني مواهبهم في العمل الهندسي الجديد. هذه الحقيقة الدورة تحفز جميع الأبناء والبنات في تطوير ذاتهم وفي تطوير مواهبهم من خلال عمل تجارب مهنية وعملية وترجمتها على شكل برامج تدريبية في الجانب الهندسي. نتمنى الحقيقة لمركز صباح الأحمد الموهوب والإبداع النجاح، وأن هذا الحقيقة التعاون المثمر الذي قمنا به هو دافع لجميع جمعيات النفع العام في دولة الكويت
أن يكون لها الحقيقة تفاعل مثمر للمجتمع في التعرف على يعني حاجاتهم وتلبية رغباتهم من خلال استثمار طاقاتهم البشرية وتشجيع الأبناء والبنات والطلبة والطالبات في العمل التطوعي بشكل مباشر ومن خلال حسن استثمار الطاقات والمواهب البشرية. أتمنى التوفيق للجميع وأن جمعية المهندسين الحقيقة تفتح أبوابها دائما للمبدعين والمبدعات، تحاول أن تستثمر طاقاتهم، تحاول أن تجد لهم البيئة المناسبة لاكتشاف هذه المواهب والمواهب المبتكرة والمواهب المبدعة في المجتمع الكويتي. متمنيا للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. الله الرحمن الرحيم. اليوم في عندنا تكريم الكوكب الثانية المشاركة في ورشة الروبوتكس الثانية، وذلك بالتعاون ما بين جميع المهندسين الكويتية ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. وفي هذه المناسبة لا يسعنا إلا أن نشكر مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على بادرتهم في احتضان أبناء المهندسين والمهندسات أعضاء جمعية المهندسين وتقديم مثل هذه الورش والدورات التي تنمي الجوانب الإبداعية والجانب العلمي لأبناء المهندسين. كما نتمنى الاستمرارية في مثل هذه الورش وهذه الدورات على الأقل مرتين في السنة كما تم عمله في السابق في الدورة الربيعية والدورة الصيفية بإذن الله تعالى. طبعا واللي لاحظناه في المدربين القائمين على مركز صباح الأحمد من خلال الدورة الأولى والثانية أن يراقبون أداء الأولاد والبنات في الورشة، فلأداء مميز يتم استقطابه في المركز وحيث يكمل المستويات الثانية المتقدمة الثاني الثالث، ومن ثم يتم أيضا احتضانه حتى يقوم بعمل اختراعات إلكترونية بنفسه، يعني تأهيل احترافي للطلبة بطبعا مستوى عالي الجودة. ومن خلال هذه الورشة طبعا أدعو أبناء المهندسين والمهندسات على أن يتواصلون مع الذين قاموا طبعا في المشاركة في هذه الورشة أن يتواصلون مع المركز، بالإضافة إلى أن باب المشاركة إن شاء الله مفتوح في الدورات القادمة بإذن الله. السلام عليكم، اسمي أنا اسم فادي غنيمة. أنا حضرت دورة الروبوتكس واستفدت منها وكانت ممتعة وزينة، وعلموني كيف اسوي تصميم حق الروبوت وبرمجه، وان شاء الله مستقبل راح اسجل في الدورات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسمي مهند عادل. اليوم سجلت بدوره الروبوتكس واستفدت منها حاجات كتير جدا، والاب علمتنا ازاي نعمل الروبوت ونبرمج ونعمل حاجات كتير جدا، وهسجل الدورة الجاية إن شاء الله. اسمي خالد ياسر العواد، أنا سجلت بدورة الروبوتكس وكانت حيل مفيدة وتعلمت وايد أشياء ما كنت أدري إن راح أتعلمها بهالسهولة، وكانت وايد وناسة وكنت أقدر اشتغل مع ناس ثانيين ونصير فريق واحد، وكان وتعلمنا شلون برمج الروبوت وشلون نصنعه من الاشياء، وكانت قاعد تدفعني ان اسجل دورات ثانيه وحق المستقبل راح اسوي اشياء احسن. السلام عليكم، اسمي عبد الله ياسر الكوتس، وأنا اليوم سجلت بدورة روبوتكس وتعلمت وايد أشياء حلوة، فإن شاء الله أسجل دورات الروبوتكس الجاية. أنا الرحيم، اسمي داليا مجدي، أنا اليوم سجلت بروبوت إكس وتعلمت واستفدت حاجات كتير جدا، وإن شاء الله أسجل في كذا دورة كذا مرة. السلام عليكم، اسمي مناية علي الزانم، أنا كنت مشتركة بالفاب لاب
وهناك سوينا الروبوت، لعبنا وايد السنو اللي هو عقل الروبوت، وتعلمنا شلون نبرمجه بالكمبيوتر، تعلمنا شلون نسوي أباجورة الليت، وتعلمنا شلون نسوي نفس القطار بس على صغير سيارة، نفس السيارة تمشي على الخط الأسود. وإن شاء الله المرة الجاية راح أشترك في الدورة.